ما هي شروط التوبة؟ شروط التوبة خمسة. أولا الإخلاص لله عز وجل، ما تاب من أجل غرض دنيوي أو من أجل إرضاء فلان، لا، وإنما تاب من أجل الله. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. الشرط الثاني أن يقلع عن هذا الذنب ويستغفر الله منه، لا يستمر عليه، يعني لا يتوبه مصر على هذا الفعل. فإن كان حقا لمخلوق من أخذ مال فيجب عليه أن يرد هذا المال أو أنه يتحلل منه، فإن أباحه سقط عنه اللوم والعذاب. فإن كان غير مال مثل غيبة، بعض الناس يغتاب بعض الناس والناس يقعون في مثل هذا، فما التوبة؟ أعدل الأقوال أن من لم تصله غيبتك في شخصه أو في وصفه فتستغفر الله له وتدعو له وتثني عليه في المكان الذي اغتبته فيه. ولو صح حديث أنس عند ابن أبي الدنيا في الصمت كفارة من اغتبته أن تستغفر له لكان فاصلا في الموضوع، لكنه حديث ضعيف جدا. لكن إن لم يصله الخبر فلا حاجة إلى أن تتحلل منه، تدعو له بالرحمة وبالمغفرة وتثني عليه عند من اغتبته عنده. لكن إن وصله الخبر فلا بد أن تتحلل منه. إذن الإقلاع عن الذنب. ثالثا العزم على ألا تعود. ماذا قلنا؟ العزم، لم نقل ألا تعود، لأنه صح الإنسان ضعيف يتوب، وربما يتوب توبة صادقة وربما يقع في الذنب، فنقول يكون عندك عزم على ألا تعود. ولا يشترط ألا تعود لأنه مستحيل، أنت ضعيف. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن لو قال قائل: لو أن الإنسان أذنب ذنبا ثم تاب توبة نصوحة ثم عاجزت نفسه وضعفت وقع في الذنب، هل توبته الأولى مقبولة؟ نعم، الصحيح أنها مقبولة لأنها تمت. وتأتي مسألة أخرى: لو أن الإنسان تاب من ذنب، لو أن إنسانا تاب من ذنب لكنه ما زال مصرا على ذنب من جنسه، تصور مثلا إنسان مثلا تاب من الزنا لكنه هو تاب من الزنا لكن من جنس الزنا أنه ينظر إلى ما حرم الله عز وجل لم يتم من ذلك، هل توبته من الزنا مقبولة مع أنه مصر على النظر إلى النساء الأجنبيات؟ بعض أهل العلم يقول: لا تقبل توبته أبدا ما دام على ذنب آخر سواء كان من جنسه أو لم يكن. وبعض العلماء يقول: إن كان من غير جنسه فيقبل. والصحيح أنه يقبل. لو أن إنسانا تاب مثلا من الزنا وما زال مصرا على ذنب آخر فتقبل توبته، لأن هذا ذنب وهذا ذنب. إذن العزم على ألا يعود. رابعا الندم على ما مضى، يندم. ولذلك ثبت عنه في المسند صلى الله عليه وسلم قوله: الندم توبة. الخامس أن تكون التوبة في وقتها، ولها وقتان: وقت عام للناس ووقت خاص بالإنسان ذاته. الوقت العام التوبة مقبولة من جميع الناس ما لم تطلع الشمس من مغربها،
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه قبل طلوع الشمس من مغربها. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: إن الله يبسط يده ليتوب مسيء الليل، ويبسط إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هذه عامة. أو فيما يخص الإنسان نفسه قبل أن يغرغر، فإذا وصلت الروح الحلقوم وعاين الموت لا تقبل توبة. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه في المسند وغيره، قال: توبة العبد تقبل ما لم يغرغر. إذن هذه خمسة شروط. طيب، هذه شروط التوبة النصوح: أن يكون مخلصا بها لله عز وجل، أن يقلع عن الذنب، العزم على أن لا يعود، الندم، أن تكون التوبة في وقتها.